بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر القائمين على هذا الملتقى. اليوم إن شاء الله راح تكون المداخلة في هذا الملتقى بعنوان مهام رئيس مصلحة المستخدمين لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. تعتبر مصلحة المستخدمين إحدى المصالح الحساسة ضمن هيكلة الكلية، وهي تابعة للأمانة العامة. وتحدد مهام هذه المصلحة تبع لقرار الوزاري المؤرخ في 24 أوت 2004، الذي يحدد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة. تتمثل مهام المصلحة في تحضير مشروع تسيير الموارد البشرية وضمان تنفيذه، تسيير المسار المهني لمستخدمي الكلية. وتشمل هذه المصلحة على فرعين، اثنين، هو فرع الأساتذة وفرع المستخدمين. بالنسبة لفرع الأساتذة كاين مجموعة من الرتب، اللي هي عندنا رتبة أستاذ، أستاذ محاضر ألف، أستاذ محاضر باء، مساعد ألف، مساعد باء، ومعيد. بالنسبة لفرع المستخدمين فإن المهمة الأساسية لهذه المصلحة هي تسيير المسار المهني للموظفين. بالنسبة للإداريين فعندنا سلك الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، كاين الموظفين المنتمين للأسلاك المشاركة، الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، الأطباء العاملون المختصون بالصحة العمومية، الموظفين المنتمين للأسلاك شبه طبي للصحة العمومية، العمال المهنيين وسائقي السيارات. بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيير يبلغ العدد الأساتذة 325 أستاذ، بينما الموظفين كاين 38 موظف. نتطرق إلى المهام الأساسية لمسؤول مصلحة المستخدمين في الكلية. تتمثل في مين؟ أولا الحرص على تطبيق القوانين والتعليمات والمناشير سارية المفروض التي تحكم تسيير الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي حسب كل سلك. مرافقة الموظفين تحت سلطته السلمية وتوجيههم وتكليفهم بما عليهم القيام به وفقا لبرنامج العمل السنوي للمصلحة. المشاركة في مختلف الاجتماعات الرامية لوضع سياسات لتطوير تسيير الموارد البشرية، وكذلك تثمين عملهم وتحسين أدائهم ووضع البرامج التدريبية والتكوينية حسب الحاجة والضرورة الملحة. التنسيق والتواصل بين مختلف الهيئات التي لها ارتباط مباشر بالمصلحة مثل مفتشية الوظيفة العمومي، المراقب المالي، مصلحة الميزانية، مصلحة المديرية الفرعية للمستخدمين بالجامعة. التنسيق والاتصال والتواصل المستمر بعد مع مختلف المصالح الداخلية للكلية. أيضا المتابعة اليومية لشؤون احتياجات وأداء الموارد البشرية العامة في الكلية. التدخل لحل مختلف المشاكل وتوفير احتياجات المصالح الأخرى وفقا للقوانين واحترام مبدأ المصلحة العامة. لهنا بالنسبة لاحتياجات المصالح الأخرى مثلا نوفي من خلال اجتماع اللجان البيداغوجية بعدد الأساتذة اختلاف الرتب تاعهم. بالنسبة مثلا في إطار الإشراف نزود رؤساء الأقسام بالأساتذة الذين لديهم عطل مرضية من أجل عدم برمجتهم في المناقشات. هذا يعني يكون مثال بسيط. يمارس المسؤول مصلحة المستخدمين المهام المذكورة على مدار السنة، وكل فترة زمنية من السنة لها خصوصيات. نأخذ على سبيل المثال مثلا في شهر نوفمبر يتم إعداد مشروع الحلبة، وهو يتضمن تقدير المناصب المالية التي ستكون شاغرة خلال سنة إلى غاية 31/12/2000 السنة المالية. كما تتضمن التقدير الكمي والنوعي للاحتياجات من المناصب المالية الجديدة وطريقة استغلالها. يعني كاين مناصب شاغرة وكاين نمط توظيف راح نستغلوا من خلاله هذه المناصب الشاغرة، توظيف داخلي ولا توظيف خارجي. ويتم إرسال هذا المشروع في الأجل التي تحددها الوصاية من أجل الموافقة أو التعديل، لأن الوصاية يعني راح يكون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واي اجراء اخر وفقا لمتغيرات وضوابط معينه يعني راح يكون باخذ ضوابط الخاصه بهذه الوزاره الوصيه. في بدايه السنه وفي الغالب مع بدايه فيفري راح تكون عندنا مستقبل الحلبه هذه للسنه الماليه والتي تسمى ايضا بالوضعيه التعداديه الخاصه بالاساتذه الباحثين والموظفين الاداريين والتقنيين واعوان المصالح، وهي عباره عن جدول يتضمن معلومات توضح التعداد النظري، التعداد الحقيقي والمناصب الشاغره، وضاف لها المناصب الماليه الجديده التي تم استحداثها بعد الموافقه عليها من طرف الوصايه. يعني كانت عندنا مناصب ماليه شاغره، يعني مش راح تكون نسبه في الحاله هذه مش راح تكون نسبه الاحتياجات لهذه السنه. في بدايه السنه يعني في بداية السنة راح نستقبل الكلية هذه الحلبة، ومن ثم لما نستقبل ولا يستقبل مسؤول الموارد البشرية ولا مسؤول مصلحة المستخدمين الحلبة رايح يباشر في المهام تاعو، يباشر في مهامه من ترقيات وكثير من العمليات مثل التثبيت، الترقية، تثمين الخبرة المهنية، الإحالة على الاستدعاء، الإحالة على التقاعد وغيرها، حيث أن كل عملية من هذه العمليات لها الجانب القانوني والتشريعي الذي يحكمها والوثائق المختلفة التي تترتب عنها. يقوم كذلك مسؤول الموارد البشرية ولا مسؤول مصلحة المستخدمين بإعداد مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، والذي لا يتم التأشير عليه إلا بعد الانتهاء من تسوية مخطط الموارد البشرية للسنة الماضية، ويتم إيداعه في الأجل المحددة إلى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية للمصادقة عليه. في هذا المخطط يتم هناك إجراءات استغلال المناصب المالية الشاغرة استنادا إلى ما تم توضيحه في الحلبة. وحي مثلا لهنا كنا نلاحظوا في الجدول راح تكون عندنا المناصب الحقيقية، المناصب الشاغرة، ولا المناصب اللي راح تستغل خلال هذه السنة في مختلف، سواء كان توظيف خارجي مثلا على أساس الشهادة بالنسبة للعاملين اللي هنا بالنسبة على أساس الشهادة، ولا على أساس الامتحان المهني، يكون فيها أيضا النقل، انسداد، استداع إلى غير ذلك. يقوم أيضا المدير ولا رئيس مصلحة المستخدمين بالإشراف على كامل مراحل عملية التوظيف مهما كان نوع أو نمط التوظيف، والحرص على تطبيق القوانين والمناشير سرية المفعول. إعداد جداول الترقية في الدرجة، لهنا تكون كل سنة راح تكون عندنا جداول ترقية في الدرجات، وراح تكون على أولا بإنعقاد لجنة متساوية الأعضاء، يتم ترقية الأفراد المعنيين، ثم تبعث إلى مصلحة إلى مختلف المصالح من مصلحة الميزانية إلى مفتشية الوظيفة العمومي إلى المديرية الفرعية للمستخدمين. أيضا الالتزام بتطبيق قرارات اللجان المتساوية الأعضاء، الالتزام بمختلف القرارات والمقررات الخاصة بالموظفين لدى الرقابة المالية، أي بمجرد أن يكون عندنا المقررات من الرقابة المالية راح تمر اللي هي الرقابة القبلية راح تمر على الرقابة البعدية اللي هي مفتشية الوظيفة العمومية، أي مقرر تم الحصول عليه والله تم إنجازه يجب أن يمر على الرقابة البعدية اللي هي مديرية ولا مفتشية الوظيفة العمومي. إعداد القوائم الإسمية وإرسال نسخة منها إلى مصالح مفتشية الوظيفة العمومي، أي بعد الانتهاء من العمليات السنوية يتم إعداد القائمة الإسمية النهائية الخاصة بالأساتذة وكذلك الإداريين والموظفين. كذلك يشرف مسؤول مصلحة المستخدمين على المهام الروتينية العادية المتمثلة في متابعة العطل من الموظفين بما فيها العطل المرضية، عطل أمومة، عطل استثنائية وعطل سنوية، استخراج استمارات التنقيط السنوية لكل موظف إرسالها للمسؤول المباشر من أجل تنقيط مرؤوسيه، ومن ثم استعادتها وحفظها في ملفاتهم تطبيقا للقوانين ومن أجل استخدامها مستقبلا في مسار الموظف، تحضير ملفات الموظفين المحامين على التقاعد، إعداد جداول النقاط المردودية للموظفين وإرسالها إلى مصلحة الميزانية والمالية. لهنا كل ثلاث أشهر راح تكون هناك عندنا منحة المردودية. وفي الختام ممكن القول أن لو نلاحظ أن المهام
التي يقوم بها مسؤول ولا رئيس مصلحة المستخدمين هي مهام تقليدية تتبع النصوص التشريعية، ولهنا دور المسؤول يكون في تطبيق هذه المراسيم والتشريعات، يعني لا يمكن أن يكون له أي إبداع أو ابتكار يقوم به من أجل مثلاً حل المشاكل أو اقتراحات أو من أجل التسيير الاستراتيجي لهذه المصلحة. إذن نشكركم على الحسن الإصغاء والمتابعة.